بفيديو اليوم قررت ابدي 24 ساعة مدمول تحت التلج. اسم حبيبتي المستقبلية ارتاح لأنه تجمدت كلني. من فترة كنت على الانترنت وعم شوف ايجابيات مسبح الجليدة. معقول لازم نتأكد بنفسنا؟ في احتمالين لنهاية هيدا الفيديو، الاول نضل عايشين والتاني نتحول لمكعب تلج مناسب لكوب عصير. صباح الخير من قلب صباحا لك صبحتي. يلا خلونا نتجهز بسرعة، ما في مجال لنضيع وقت. وهيك صرنا جاهزين، يلا مشوا معي. أنا وعلى الطريق أهلي كانوا كتير خفانين علي من تنفيذ هيدا التحدي، ولكن أنا كنت مصر صور هيدا التحدي. عشان هيك قلت لأهلي يعطوني بعض الأسئلة والتحديات، وإذا خسرت فيها بكون خسرت التحدي وبقوم من التلج. وملاحظة، كل دقيقة بقعد بالتلج بربح دولار، وأي سؤال أو تحدي بخسره بخسر دولار. يلا وصلنا على التلج، قوموا. أوكي يا جماعة، حاليا وصلت على التلج. ليكو التلج شي مناظر جدا حلوة، كتير متحمس للتحدي، ان شاء الله ما جلد. فرجوني حماسكم انتو كمان على هيدا الفيديو، مش بس انا متحمس، اكيد انتو كمان حتكونوا متحمسين. اوكي يلا خلينا نكفي. بدأت كون حفرة باستخدام اجري. اوكي يا جماعة، انا حاليا لح اندمل تحت التلج، فيلا دعولي اعرف الاسئلة واربح دولارات. يلا يا جماعة، ايدي مش حاسس فيهم أبداً. ليكو كمية التلج علي. أوكي يلا حطه بعد، حطه. أنت تتكلم جد؟ يا جماعة، البعض مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة، لأنه عم بحف. يا أخي خلاص خلاص يا أخي خلاص، عم بحف حياتي كرمال تصوير فيديو يوتيوب. يلا يا جماعة، من بعد هيدا الفيديو بقى نوصل 2 مليون مشترك. بلش العداد من هلأ، جو. يلا هلا بدنا نبلش اول سؤال. تاريخ افتتاح قناتك على اليوتيوب. اوه هيدا التاريخ كتير بتذكره وما بنساه ابدا، اللي هو انا جلد مخي كمان 25 نيسان 2020. صح. اوكي يا جماعه، يلا هلا صار وقت التحدي بسرعه. يلا كبوا علي تلج، كبوا علي تلج. شو هيدا هو التحدي؟ كبوا. بعد ما بلشنا يا جماعه بالتحديات، شو ناطرين لك الا اخر تحدي؟ اي اصعب لقيته، فيديو البحر او فيديو التلج؟ يا جماعه نحن بعد ما بل يوفق الهي، الله يوفق. اي فيديو اصعب، فيديو التلج او فيديو البحر؟ فيديو التلج او فيديو البحر. فيديو التلج اكيد. يا جماعه انا جلدت مش عارف اتحرك، اكيد فيديو التلج اصعب بكتير. عشان هيك خلونا نوصل هيدا الفيديو لل 5000 لايك يا جماعه. فكره صار في علي بلوك تلج، جلدوا التلجات علي، وانا يعني اكيد جلدت تحت التلجات. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، شو هي اكبر قناه على اليوتيوب بالوطن العربي؟ اكبر قناه على اليوتيوب، اوه شيء واضح اكيد، قناه شفا يا جماعه. قناه شفا اكبر قناه بالوطن العربي. كم مشترك بالتحديد عندك لحد هلا على قناتك؟ لحد هلا أي. اوكي يا جماعه، عم جاوب على الاسئله وبعده عم يكب علي تلج. كم مشترك عندي؟ كم مشترك؟ اوكي لحد هلا صار عندي 1,930,000 مشترك. صح. اوه واخيرا يا جماعه، هودي الارقام مستحيل انساهم. الثاني بدلك مفتح عيونك 30 ثانية بدون ما ترف ولا جفت. اوف يلا رح نبلش العد. 1 2 3 go 1 2 3 4. كأنه سمعت غلط، قلت لي فتح عيوني ولا تمي؟ عيونك مش تمك. 10 عينك فتحهم 13 14 15 16 17. فتح عيونك. 19 20. 21. اوه خلص طب خسرت فعليا يا جماعة، خسرت بالتحدي. هلا انتو بتقولوا انه التحدي جدا بسيط، وليه ما قدرت فتح عيوني؟ ليه كل الوقت عيوني مسكرين؟
يا جماعة اللي بدي لكم إياه أنه أشعة الشمس كان جدا قوية وخاصة بالثلج، لأنه الثلج كمان بيعكس أشعة الشمس، يعني كأن أنا عم بتطلع بالشمس مباشرة، عشان هيك كان في صعوبة جدا أفتح عيوني. جماعة لحد هلا أول دولار راح من عندي، أول دولار راح، أوكي مانا مشكلة. يا جماعة صرت رابح 5 دولار، شي كتير حلوين. لازم صمد 100 دولار يلا، لازم نبقى 100 دقيقة يعني. أوكي لحتى قلكم شعوري هلا شو؟ هلا حاليا إيدي ما عم بحس فيهم، بس قربوا على إيدي شوفوا. هيدا المنظر اللي عم شوفوه بايدي مش بهالبساطة اللي انتم متخيلينها، يا جماعة كانت رح توقف الحركة الدموية بايدي. يا جماعة بعد 6 دقايق وشوي تحت التلج رح قلكم شو احساسي، ايدي اطرافي ابدا ما عم بحس فيهم جمدوا، ولكن شعور كتير حلو. انا كتير سمعت على يوتيوب وعلى كتير مواقع انه القضاء تحت التلج بيشفي كتير امراض نفسية، مش نفسية، جسدية. اوكي شو اسم بلد موجود فيه ناس اكبر نسبة مشاهدين لقناتك؟ اكبر نسبة مشاهدين لقناتي يا جماعة في العراق وفي العراق والسعودية صح؟ اوكي يا جماعة انا رح امعس تقريبا تحت طن تلج، بس الوضع بعده تحت السيطرة. مسيطرة همشيك مسطرة. ابدا يا جماعة ما كان الوضع تحت السيطرة. مسيطرة. اللي كنت خيفان منه صار، اطرافي تجمدوا فعليا، وايدي الحمرة شفتوها قبل شوي كانت على وشك تتجمد. من بعد ما خلصت الفيديو ايدي ضلت لونها احمر لمدة يومين تقريبا، يعني كان في خطورة بالفيديو بشكل مش طبيعي، وانا كنت اخذ الموضوع بشكل مزح. عشان هيك يا جماعة كل شخص مش متدرب لهيدا الموضوع ما بنصحه ابدا يقعد تحت التلج لفترة طويلة. يا جماعة صرت مصمت 9 دولار معي، واخيرا يلا كل ما اقعد وقت اطول كل ما اخذ مصاري من اهلي اكتر. خليني مش حقوم، اهلي بدو يقوموني انا ما بدي اقوم، بدي اخذ مصاري اكتر. يلا يا جماعة يلا هلا صار وقت التحدي، قلوا لي بسرعة تجمدت يلا كل تلج هلا. ايه ما حددوا الكمية. جابولي بلاون. بلاون طيبين؟ كتير طيب التلج يا جماعة، حطله حطله بعد. لا لا مش طيب التلج. اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك 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 اضحك. اوكي مش حتخسروني الدولار بالتحديات ولا دولار حتخسروني. سؤال اللي بعده. اوكي شو اسم حبيبتك المستقبلية؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. اسم حبيبتي المستقبلية اوكي خسر التحدي. خسر. لا ابدا ما خسرت التحدي، لحظة شوي بس. اذا ما حكيت شو بيصير تخسر، تقوم من التلج قوم. لا لح احكي. يلا قول. يا جماعة احذروا انتو الاسم بالتعليقات، انا ما لح احكي، اللي بيحذر الاسم لح اعطيه 100 دولار وعد. اوكي يا جماعة احساسي لحد هلأ ممكن عم بتأقلم بالتلج، فهيدا الشيء اهلي مش حكي خليهم قوم يا جماعة. مش رح فيه قوم تلج يعني بقى ما مش رح قوم. اوكي كم مرة قلت مش رح قوم؟ المهم يمكن عقلي تجمد فما عم بقدر فكر منيح، فما تواخذوني يعني بهيدا الفيديو. اوكي يلا سؤال. اوكي وقف شو الفيديو وهون يا جماعة فعليا خلص اتجمدت. هلا التحدي الاخير يا جابرييل. اوكي بتحداك تغني غنية للتلجات. غنية للتلج؟ ايه للتلج. في غنية للهوى المشلت. يلا غني. نسى معين الهوى من مفرق الوادي. يا جماعة قيمولي صوتي من 10، اكيد لح تقولوا 10. شلي يونا عيوني. يلا بعد يلا فتح عينك. شفيه فتح. يلا شعور براحة مش طبيعية عم بحس فيها هلأ يا جماعة. صرت كاسب 15 دولار يا جماعة من أهلي، ونحن علينا نقفلصهم بهيدا الفيديو. يعني كيف تخلص المصاري؟ ايه تخلص. وبهيدي اللحظات يا جماعة أهلي أصروا أنه خلص وقف التحدي، لأنه هيدا الشيء رح يبلش يسبب خطورة على حياتي، وفعليا كان معهم حق. يا جماعة صارلي 20 دقيقة، أكتر من 20 دقيقة بالتلج، خسرت أهلي 20 دولار و يلا صار لازم قوم لانه تجمدت يا جماعة. يا الله.
جماعة هيدا من أصعب التحديات اللي بعملهم بحياتي. أوكي يا جماعة هلأ أنا لازم أرتاح لأنه تجمدت كلني و... انتوا هنا مش حاسين بأي حاجة. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300-400 جنيه في الشهر. وهيك يا جماعة بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوه لأنه أنا جلدت بالثلج. والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وهلا يا جماعة بدي أروح أتدفى لأنه جلدت كلي تحت الثلج مثل ما شايفين، وأحضروا فيديوهاتي الباقية على القناة وبشوفكم هلا بالفيديو الجاي. باي.